عندما أصبح أليس منصور قريبة من السادات، طلب من السادات أن يقرأ التقارير الأمنية التي كتبت عنه أيام جمال عبد الناصر. أنور السادات استجاب لطلبه، أخذ أليس منصور الملف وراح يقرأ التقارير الأمنية. لقى في التقارير دي ما يثير العجب، اعتراض من جمال عبد الناصر على زواجه من سيدة من عائلة من عائلات الضباط الأحرار، ووجد نكت منسوبة إليه إلى أنيس منصور، وفيها اتهام بأن الفلسفة التي درسها لحست مخه. والحقيقة أن الفلسفة التي درسها أنيس منصور في كلية الآداب هي التي فتحت مداركه على العالم، على ثقافات الدنيا كلها، وسعى بعد اعتراف الصحافة إلى تبسيطها للناس وتقبلها الناس بسهولة، فقد كان يؤمن بأن المصريين فلاسفة بحكم حياة القهر والفقر والصبر التي عاشوا فيها على مدى التاريخ. فيلسوف لكنه بيبسط الفلسفة، يعني بدأ حياته فيلسوف ثم انتقل إلى عالم الصحافة، فعشان يقدر أنه يكتب للقارئ بسط الكلام وبسط الكتابة، لكن كان ممكن تحس بالفلسفة وبالرؤية موجودة في كل سطر. أنيس منصور عبقرية، ذكاء، عمل جاد، إنتاج غزير. أعتقد لا يوجد كاتب على وجه الأرض كتب أكثر ما كتبه أنيس منصور. كان بيكتب 2 عمود أو 3 عمود يوميا، مفيش كاتب في الدنيا يقدر يكتب 3 عمود في 3 جرايد يوميا غير أنيس منصور. شخص نادر. وأجمل حاجة في أنيس منصور إنه صديق جميل ومسلي بشكل غير عادي. كلماته زي البرق، كلمات تلغرافية لا يطول الكلام. الحديث عن أنيس منصور حديث برضو محير، يعني من أي باب ممكن أن تدخل إليه؟ أم من الفلسفة؟ أم من الصحافة؟ أم من السياسة؟ أم من الأدب؟ أم من الكتابة؟ أم من الشخص؟ أم الشخصية؟ كل ذلك يعني أبواب يمكن الدخول إلى أنيس منصور. الأستاذ أنيس منصور بكل التركيبة بتاعته ديت هو حالة استثنائية في الصحافة والأدب المصري، إنه جمع كل هذه الأشياء، جمع الفيلسوف والمفكر والصحفي والأديب. أنا ما ببخس الجيل الجديد أشياء، أنا ما بقول إن خبرته الحياتية كفاية، الخبرة اللي خدها في ال5 سنين اللي فاتوا اللي مروا بمصر، مع إنك تديله دفعة وإنه يسافر، هو أيضا يسلح نفسه بالثقافة، لأن في الآخر من لا يقرأ لا يستطيع الكتابة.